الشعب السوري يتعرض لمأساة العصر في الحقيقة، والعالم برمته تجاهل الشعب السوري. الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أثار اختفاءه داخل قنصلية بلاده جدلاً واسعاً، حديث خاص عن مآلات الثورة السورية، والشعار يقوم بعملية احتلال، وعن الدور التركي. تركيا أثبتت حتى الآن أنها هي الشريك الأفضل للشعب السوري. والسعودية أين أصابت وأين أخطأت؟ طبعاً تغضب السعودية، يعني لا توجد لديها أوراق في الحالة السورية. في حديث سابق مع تلفزيون سوريا يعرض لأول مرة، الثورة السورية وتطلعاتها لم تنتهي.